بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كنا في الدرس الماضي في سياق الآيات من سورة المائدة نمهد لقوله تعالى، الآيات اللي قرأها الشيخ: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يفعل ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقلنا إنه سبق تحدثنا في مفهوم الموالاة في عدة دروس عبين ما تبلور، لذلك هو مفهوم الموالاة في ذهنكم موجود الآن. إيش يعني المقصود؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. طيب، الآية اللي بعدها: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. طيب، قبل ما نفسر جيد نلفت الانتباه إلى أنه إحنا الآن موجودين في زمن تبدو لكم أنه هناك حرب عالمية على الإسلام، حرب عالمية على الإسلام، وهي الحرب على الإسلام من أول يوم، من أول يوم الحرب على الإسلام من أول يوم. ولكن بما أنه هو الدين الحق وهو دين الله سبحانه وتعالى، كل ما اشتدت عليه الحرب كل ما اشتد عوده. والإسلام هو بالدرجة الأولى فكرة ثم تطبيق، ولذلك هو ليش أعداء الله بدأ يظهر منهم بشكل واضح العداء للفكرة الإسلامية، معناته بيستشعروا قديش هي هذه الفكرة مقتحمة وعم تقتحم قلوب وعقول البشر، فبيحاولوا يصعدوا. إذن هذا شيء حقيقة بيطمئن، ما ظنوش انه هذا شيء بيحبط اللي مش فاهمين ايش الاسلام يعني، وانه الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك وهو مقلب القلوب وهو الحكيم، ودائما تأتي المفاجآت، دائما تأتي مفاجآت. ثم الاسلام كفكرة عم بنتشر وبتوسع، مش بضيق. ولكن هذه المرحلة العجيب فيها، المرحلة اللي احنا فيها، انها بتكشف قاعدة للناس، كل شيء تصبح الصورة واضحة. يعني بدل ما كانت الأمور والمؤامرات تكون من خلف الستار، وكثير أهل النفاق برضو يتظاهرون بالإسلام، والحكام الطغاة اللي هم نواطير على العروش، الناس بتظنهم إنهم مجرد ناس يعني من أهل البلد ولكن حريصين على السلطة، وهم مش مدركين إنه هذه نواطير موظفة على الأمة. والغرب اللي كان يبدو لنا قوي جدا، الآن واضح إنه ملوش أي فعالية بدون ما يستخدم المنافقين عندنا. الغرب أصلا لما نزل جيوشه هزم، لما نزل جيوشه في أفغانستان وفي العراق وغيرها هزم هزيمة منكرة. وجدنا صداها في الانهيارات الاقتصادية، وجدنا صداها في انهيار الاتحاد السوفيتي نفسه إلى آخره. لكن لاحظوا قديش كاين ظاهرة النفاق خطيرة، إنه هو الآن ما بيستطيع أصلا يقاتلك إلا من خلال المنافقين. طب هذول المنافقين موجودين في عبك من زمان ومش واضحين. الآن المرحلة اللي أنتوا فيها وبتعيشوها هي قد يظن الناس إنه فيها اضطرابات كثيرة وفيها دماء وفيها شهداء وفيها تدمير، ولكن ما بتلاحظوا إنه كل شيء صار يكون فوق السطح، وإنه
تعمية قرنين من الزمان وفق بإعلام العلمانيات والملاحدة وإعلام الغربيين وتزييف فكر الأمة ومسح الأدمغة. الآن باتت الصورة إيش بتكون؟ واضحة شوي شوي، وهي لما تنتهي الأمور على خير راح تشوفوها كيف تكون واضحة. هذه الآيات اللي بدنا نتحدث فيها إلها علاقة، إلها علاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا هم الظالمين يعني نفس اليهود والنصارى ولا اللي بيواليهم؟ بالدرجة الأولى اللي بيواليهم يعني، طبعا الجهتين بس بالدرجة الأولى اللي بيواليهم. طيب إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طيب هون في كلام عن الموالاة اللي سبق فصلنا فيها، قبلها في كلام عن الحكم وتحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى اللي استفضنا فيها في الدرس الماضي. فترى الذين في قلوبهم مرض، إذن بعد الكلام عن الموالاة، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون. طيب خلينا نأخذ واحدة واحدة. فترى، أولا ترى فعل إيش؟ مضارع، والفاء هاي بتوصل باللي مضى، الكلام عن إيش؟ الموالاة. فترى، إذا ترى فعل مضارع، والفعل المضارع دائما بدل على الاستمرارية والتجدد، استمرارية والتجدد. فترى إذا بيكون في مظاهر مرئية إلك، إذا في مظاهر مرئية إلك ومظاهر تراها حيث تنظر. ترى، فترى الذين في قلوبهم مرض، في فترى الذين في قلوبهم مرض، مين اللي في قلوبهم مرض؟ بالدرجة الأولى أهل النفاق، ولكن المرض من خلال استقراء يعني القرآن كله، المرض درجات. أولا إيش هو المرض؟ إيش هو المرض على فكرة؟ الله سبحانه وتعالى لما يقول أيوة، هو اختلال، هو اختلال بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للإشي اللي الله فاطر مثلا الإنسان عليه، مثلا فاطر الإنسان الله سبحانه وتعالى أنه يبصر، أنه يسمع، أنه كذا، كل شيء تمام. أي خلل بصير شو بنسمي؟ مرض. برضو في, 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 في الفهم، في الفهم والبدهيات العقلية وتفاصيل الأخيري، أي خلل بصير شو اسمه؟ مرض. الميول، الميول اللي الله خالقها والفطر اللي فاطر فيها، أي خلل فيها بصير مرض. إذن المرض هو خلل وانحراف عن ايش؟ عن الفطرة. خلل وانحراف عن الفطرة، له اسباب المرض، المرض له اسباب مختلفة. احيانا هذه الاسباب يكون للانسان يد فيها، احيانا تجد المرض بيجي، المرض بيجي اسباب ما الي انا دخل فيها، واحيانا لا، المرض نتيجة عملك او عمل الانسان بيؤدي إلى مرضه. الأجساد تمرض، العقول تمرض، النفوس تمرض. شو يعني؟ يعني تنحرف عن الفطرة. بفعل مين؟ ممكن بفعله هو، ممكن بفعل خارجي، حدا أثر عليه مثلا في فكره، انحرف سلوكيا فانحرف عقائديا. طيب إذا الناس اللي في قلوبها مرض درجات، لما بيوصل المرض مستفحل بيكون هذول اهل النفاق، النفاق العقائدي، النفاق اللي بيكون حقيقته كافر، يظهر الايمان يبطن الكفر، هذا بيكون المرض مستحكم. مش هيك؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ها عجيب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بدل ما يشافيهم ويعافيهم
بيزيدهم ها معناته هذا مرض مرضهم ما سببه هذا نتيجة ايش ممارساتهم مش معقول مرض يعني ملوش دخل فيه هو يجي الله يزيده معناته لما في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا طب شو لو كملنا الآية ولهم عذاب بما إذن في كذب سابق ولا ما فيش في كسب سابق ولا ما فيش وكذب سابق ولا ما فيش إذن المرض منين جاب أيوة في كذب وفي كسب للباطل وتفاصيل في أسباب إذن هذا اللي بنقول عنه المرض اللي إيش اللي الإنسان إله فيه دور طيب في حصوله يعني نتيجة ممارسات إذن بيحصل هيك كيف لما بيقولوا الناس اللي من إيده هيك بيقولوا اللي من إيده الله يزيده شو يعني قصدهم ما هو منه هذا هو اللي جابها تمام وفي ناس على فكرة لا الله بيحفظهم على فكرة لأنه ما بده يضيع إيمانهم ولا عملهم الصالح بيجوا بدهم ينحرفوا بيمنعهم بيمنعهم بيحفظهم يعني حسب مين هو شو ماضي شو عامل كله إذا مش كل من أراد المعصية بالك بصير لا ممكن يعرقله ويمنعه ويوفر له أجواء الحماية والحفظ والعصمة من المعصية من ويرده إلى الحق وفي لا ذول بمدلهم فترى الذين في قلوبهم مرض إذن عرفناهم وديروا بالكم في منهم ممكن يشفى بشرط إنه يتراجع ويبدأ يغير ويبدل ويتمرن ما هو الإسلام نزل لك برنامج تربوي إذا بتاخده بيشفي من الأمراض كلها ولا بالكم إيش يعني هذا صلاة هذا صيام هذا زكاة هذا قيام هذا قراءة قرآن هذه موعظة هذه كذا هذا لا إيش النفس البشرية زي الجسد زي الجسد في إشي الجسد أحيانا بتلفو في أحيانا إشي بقوي نفس الشيء النفس البشرية لذلك الأخطر شيء عن النفس البشرية المعاصي اللي تستمر وبتتكرر تتكرر حتى في الأخير لا ترجع له إنابة وبالتالي طب ممكن يتراجع ممكن طبعا ممكن يعالج ممكن يعالج بس بدها على فكرة بدها صبر وصمود في العلاج مثل ما انه الانسان مرات المرض المستفحل الجسدي بده تصمد على الادوية والابر والتفاصيل هاي كلها والكيماوي مش هيك بدك تصمر نفس الشيء في النفس البشرية هذول اللي ماشيين في الباطل ممكن يرجعوا واللي في قلوبهم مرض ممكن يشفوا اذا ضمن برنامج تربوي مثل ما بروح على الطبيب وبطلب العلاج برضو في اطباء بيوصلوا ومشهورة الامة الاسلامية على فكرة في قضية العلاج علاج الانسان هذا والترقية بالنفس البشرية واكتشاف امراضها والارتقاء فيها ياما كتبوا علماء الاسلام في هذا الباب منهم الامام الغزالي مثلا من الاطباء الكبار في النفس فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم مين اذا معناته هذا فعلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى طيب فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يسارعون اليهم يسرعون اليهم لا هذا اللي بتسرع له واحد مثلا جاي وانت وياه اصحاب بتسرع له مش هيك مشان تلاقيه بس هون استخدم ايش يسارعون فيهم طبعا يسارعون ابلغ من يسرعون كيف لما نقول على فكرة اسرع فيه المرض يعني المرض بدأ يدب فيه بسرعة اسرع فيه المرض ايش يعني او اسرع في الامة الخلل يعني الخلل بدأ يكون ايش ينتشر في الامة بسرعة امة ثانية مش انا تمام فيه اذا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون
في شأن اليهود والنصارى. ايش يعني شأن اليهود والنصارى؟ عدة امور. يسارعون في موالاتهم، يسارعون في استرضائهم، يسارعون في محاولة جلب محبتهم، يسارعون في محبتهم، يسارعون في تقليدهم، يسارعون في نصرتهم، يسارعون في أخذ مبادئهم، يسارعون في التعثر بعاداتهم وتقاليدهم، يسارعون في ما أسرع ما ينجذبوا إليهم. اليهود والنصارى مغناطيس بالنسبة إليهم، ويسارعون في الاستنجاد فيهم ومولاتهم واستنصارهم. كل هذا وغيره كمان فترى. اذا ايش مخبى؟ لا راح تشوفه. فترى الذين، وايش مستمر؟ مستمر، وهو دروس مش بس في زمن الرسول، لان هالرسالة مستمرة على فكرة، الرسالة مستمرة والهجوم على الرسالة من اول يوم، وكله باطل وكله بزول والرسالة بتقتحم، بس بدك اهل يقين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون ما هو على فكرة لما يسارع فيهم، وفهمنا شو المسارعة فيهم، لما بده يسارع فيهم طبعا شو بده يقول للناس في مجتمعه؟ المنافقين على فكرة في المجتمع المدني كانوا يخافوا من المسلمين، يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ايش يعني يفرقون؟ يعني خوف شديد منكم، لأن المسلمين تعرفوا لما يكون المسلم اهل مبادئ على فكرة وقيم واخلاق وشهامة وفروسية وشجاعة، وشو بده يكون المنافق في المجتمع؟ شو بده يكون يعني في مثل هذا المجتمع، مجتمع الصحابة؟ شو بده يكون؟ خير أمة أخرجت للناس، كيف بده يكون وضعه؟ يحلفون بالله إنهم، شوفوا التأكيد، يحلفون بالله إنهم لمنكم، شوف اللام، لمنكم وما هم منكم. وهذا موجود في كل عصر، اللي بتظهر إنه منك وحريص على الوطن معك وحريص على الأمة وحريص على القيم وعلى الأخلاق وإلى آخره. طيب لاحظوا مين اللي دائما بيحلف على فكرة؟ مين دائما بيحلف وبيحاول أكد اللي في بطنه عظام هذا بتقرقع، واللي عارف إنه ممكن يكون مكشوف، شو بده يغطي هذا الكلام بإيش؟ بالتظاهر. كيف كانوا المساجين مرات على فكرة في السجون الإسرائيلية لما في الانتفاضة الأولى والثانية، الجواسيس على فكرة كنت تعرفهم مرات، كيف تعرفهم وتكتشفوا الجاسوس اللي بتلاقيه حامل السلم بالعرض، ويعني وزيادة عن كل الناس، زيادة على كل كان يطلعوا لك مسج يقول ايوه هذا يم حامل السلم بالعرض، وهذا يعني ما شاء الله حطوه تحت المراقبة، حطوه تحت المراقبة هذا، تمام. اذا ليش هو بيحلف كثير؟ يحلفون لكم لترضوا عنهم. اذا كانوا فعلا هم بدهم، يحلفون لكم لترضوا عنهم، يحلفون بالله، يحلفون بالله لكم ليرضوكم كمان. لا ما هو في اساليب للتأكيد، دكت منشوف في اساليب للتأكيد. هذول اللي بيحلفوا اذا وبيحاولوا انه بيحاول طب شو مالك انت؟ ما انت منا انت وكل شيء تمام، شو قصتك؟ ليش بدك يعني تقنعنا انت؟ ليش بتأكد؟ ليش بتزايد؟ ليش على القيم وعلى المبادئ وعلى الوطنيات وعلى ليش بتعمل هالكلام هذا؟ ما هو مفهوم. لا لانه ما بيستطيع يخبي الا يظهر منه، الا يظهر منه، فبده لا ولكن لاحظ اذا يحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ايش يفرقون؟ يخافون الخوف الشديد، فزع منكم، عشان هيك بدهم يرضوكم.
بدهم يرضوكم. طيب، وقضية هذا انه بيفزع وبيخاف كثير على فكرة المنافق، هذا بتبع ايش؟ قديش المجتمع المؤمن مؤمن، ولا بالكم الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو القمة، نصرت بالرعب مسيرة شهر. ليش نصر بالرعب مسيرة؟ مين اللي نصر بالرعب؟ والأمة كمان تنصر بالرعب على فكرة، بس بشرط ايش؟ بشرط ايش؟ ايوه، كل ما كانت قريبة الى الله وبتعود له، كل ما صار في رعب في قلوب المنافقين وبصيروا معنيين. طيب، اذا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون، طبعا بده يحتج الان لانه مبين يسارع في الكفار، في شو ما ذكرنا في ايش المسارعة. طيب بده الناس تشك فيه، ليش انت ما اسرع وانت ما تنجذب الهم وكأنك بترغب تكون فيهم منهم يعني؟ تمام، شو قصتك؟ فلا بد يعطيك تسويغ، لازم يسوغ لك، لازم يسوغ ويبرر. في فرق بين تسويغ وتبرير. طيب المهم، يسوغ ويبرر ايه لك؟ طيب لحظة، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون، شوف الان الحجة اللي بدهم يحتجوا فيها مشان المجتمع المسلم يعني ما يدينهم، مش إدانة يعني تؤدي العقوبة. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تصيبنا دائرة. يعني زي ما تقول بده يحفظ خط الرجعة، لأنه ممكن يعني تحل مصيبة ولا هزيمة ولا اشي، ولا يعني بدنا نحفظ خط الرجعة. هي عم بعطيك مسوغ الى حد ما، يعني انت بتقول الزلمة مخطط، يعني قاعد بتقرب لهم وبيفتح جسور معهم، والمحبة والتقليد والتفاصيل ومبادئهم برضو بيظهر احترامها. او ليش؟ مشان يعني شو معنى الدائرة اول شيء مشان نفهم؟ نخشى ان تصيبنا دائرة. دائرة اولا هي الدائرة اللي بتعرفوها، الدائرة اللي بتعرفوها اذا بتلاحظوا هي تحيط، هي تحيط تحيط الدائرة. وهذا التعبير لا يستخدم إلا في الأمور السلبية التي تنزل بالناس وتحيط بهم. شو بسموها؟ كيف لما نقول دارت عليه الدوائر؟ يعني أحاطت به مصائبه وأحاطت به السلبيات، لا تقال في الإيجابيات. لا نقول دارت بهم الدوائر يعني أنه تحسن حالهم، لا. دائرة إذن فيها إحاطة، لاحظوا تعبير دائرة، فيها إحاطة وتستخدم في الأمور السلبية. فإنسان مثلا نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني تحيط بنا مصائب من فقر، من غلبة، أنت ملاحظين هالمسائل هاي كلها، فبدنا نحفظ خط الرجعة معهم، نستعين فيهم ممكن مرات لما بنوقع في المصايب، نخشى. إذن هذه الدائرة، وبعضهم بفهم الدائرة إنه تغير الحال إلى العكس، كيف زمان بقول لما يدربوا عسكري كان قال إلى الخلف دور. إيش يعني؟ أنت ماشي هيك، مش هيك كانوا يقولوا؟ ولا أنتوا أيامكم ما كانش في تدريب عسكري قال يعني يبقى ماشي، قال العسكري كان قالوا له إلى الخلف دور، كان بيستدير وبيرجع، بيرجع في مسيره. فالدائرة ممكن أيضا اللي هي يعني بيكون حاله ماشي بنعكس، تنعكس أحواله، بس تنعكس إيش؟ سلبي، تنعكس سلبي. إنما اللي ممكن ينعكس إيجابي أو سلبي الدولة، التداول ممكن يتداول. مثلا لاحظ واحد مثلا دالت له الامور، معناته في الاتجاه الايجابي، دالت دولته يعني راحت، لا
بس تحملش يعني في تقارب بين قضية ايش والتداول في، اذا بتلاحظوا التداول في السلع خذ واعطي قريبة شوي من الدائرة، لكن الدائرة اولا فيها احاطة وفيها سلبي. التداول ممكن يكون دالت دولته اصبح هو يعني انتهت وراح سلطانه وقهر وكانت الدولة لغيره، تمام؟ اذا مش بناء على الدولة. اذا الدائرة، واستخدمت الدوائر في القرآن ولا لا برضو؟ يلا مين؟ عليهم دائرة السوء. كلمة السوء زيادة بيان على فكرة لمعنى الدائرة، زيادة بيان. عليهم دائرة السوء. اذا كيف؟ والله هذاك محيط في السيطرة الان، الاحاطة من كله والسيطرة هذا موضوع تاني الان، بس احنا الان تعبير. اذا ايش فطر الذين في قلوبهم مرض يقولون يسارعون فيهم يبررون يقولون يسوغون نخشى ان تصيبنا دائرة، نحتاط للمستقبل. اذا لابد ان يعتذر، لابد ان يسوغ لانه هو معني فيك ليرضيك، تمام؟ بيستخدم هذا الاسلوب، وهذا موجودين على فكرة في كل زمان. كن قالوا لك طب ما هم مسلمين، ما هم مسلمين، ما هو بتكلم لك عن المسلمين اللي متظاهرين بالاسلام ومش ايه، وكنت بتشوف بأقدم الايمان كمان. فعسى الله، فعسى الله هون عسى اللي هي للرجاء، عسى الله شو قالوا؟ قالوا هون لما تكون، ولاحظوا قدم الله، فعسى الله ان يأتي، مش فعسى ان يأتي، يأتي الله، فعسى الله الله ان يأتي، ان يأتي بايش بده يأتي؟ لحظة، فعسى الله ان يأتي. وهون شو قالوا اهل التفسير، وممكن بعدين نوضح اكثر ان شاء الله، بقولوا الكريم، الكريم اذا اطمع، ما هو عسى للرجاء بطمعك قاعد، الكريم اذا اطمع اطعم. يعني مش معقول الكريم يطمعك في انه راح يهديك مثلا هدية وما يفعلش. فكيف لما يكون الله؟ فعسى هون طالما الله معناته بصير، معناته بصير تحقيق، وخصوصا انه متعلق بسلوكك. فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. وهذه على فكرة، هذه السنة راح تشوفوها دايما، انه في النهاية هذا النوع من اهل النفاق اللي بيكشفهم الله سبحانه وتعالى هم اصلا مكشوفين، ولكن لا يزال في نوع من التسويغ والتبرير، ويعني وسياسة من هون ومش سياسة من هون وامور، مع انك بتطلع انت. انا بفهم مرات على فكرة، بفهم المخلص، المخلص ويلعب سياسة بفهم عليه على طول انه بيلعب سياسة، بس المنافق، المنافق لو بشوفه بيصلي وبحج وكذا ما صدقوش، كيف لما بشوفه بيلعب سياسة؟ قال المنافق انت يا منافق لو بتصلي مش مصدقين، لو بتصوم مش مصدقين، لو بتطوف حول الكعبة مش مصدقين، تتعلق بأستار كعبة مش مصدقين، دموعك مش مصدقين، ما احنا عارفين. اما لذلك الناس على فكرة، حتى تفهم كثير مرات من السلوكيات لازم تعرف مين هذا الشخص، مين هذه الجماعة، مين كذا، حتى يكون الخلفية، يعني خلفية مهمة ممكن مشان تفهم بعض الأمور، بعض الأمور كيف تسلك. لأنه في أحيانا، في أحيانا، في أحيانا قد يكون في نوع من التعمية والحرب خدعة أصلا، ممكن. بس مين اللي بيقوم بأركان صلاح الدين؟ يعني صلاح الدين أيوبي ولا ظاهر ببرس ولا ألب أرسلان ولا إلى لاحظين، بدنا نشوف مين هم. ها
يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فهمنا الدائرة يعني تدور الزمان ويأتي بسلبية، تتغير الأحوال، قلنا الدائرة انعكاس، تتغير الأحوال من حال من حالنا هذا إلى حال أسوأ، هاي دائرة. ها نخشى أن تصيبنا دائرة، نحتاط. عشان هيك أنتم شايفيننا ماشيين معهم وبتغيروا مناهج، كمان بتغيروا مناهج مشان تحتاطوا إنه تصيبكم دائرة، تصيبكم دائرة. طب ما احنا خلينا يعني لاحظوا في بعض الزعماء اجوا في بعض البلاد العربية والإسلامية، اجوا بثورات ومسكوا الحكم ومنوا الناس، والناس قالت ماله ماله بانقلاب، وهذا تبين عليه تبين عليه، بس الناس ما فكرتش تفكير بسيط. بس هذا لما حكم هو وغيره عشرات السنين، قديش كانت الأمية في بلده وقديش صارت؟ أنا إذا شايفه في جهوده، يعني في جهوده مع شعبه، مع شعبه عم بيشتغل صح، ساعتها بقدر أقدر أنا في المواقف السياسية أقول هذا بيلعب بيلعب سياسة. طب أنا شايفك الأمية كانت في بلدك 10% بتصير 60 60%؟ الأمية بس هاي بدي، هذول الناس اللي بيقولوا احنا واحنا وبدافعوا عن بعض الناس، بس بدي هاي الشغلة، يجوا يدرسوا الأمية في بلادهم يشوفوا الحاكم هذا شو عمل في الأمية، بس بس هاي، لأن هذه أبسط شغلة، هذه أبسط شغلة بقرار هيك، بقرار بسنة واحدة بضلش أمي في البلد. شو عملوا؟ شو عملوا؟ لاحظوا. وأمور ثانية، قديش هم يعني بيسهروا الليل من أجل مش أجل الناس ومصالح الناس، قديش بيقاوموا فساد، قديش كذا الأخيري، وقتها لو بده بيجي يتكلم لي في السياسة بفهم عليه. طب أنا شايفك ما فيش منك أصلا في إشي صح، كيف ده صدقك تيجي تقول لي نخشى أن تصيبنا دائرة نحتاط؟ طب ما أنا مش شايفك محتاط للأمة في إشي، مش شايفك محتاط للأمة في إشي، أنت كيف بدي أصدقك أنا؟ بس هاي بدي إياها، بس زيل الأمة يا أنت وخلاص. واحد بده ينتخب لازم يكتب هو، واحد بده رخصة هو بده يكتب، واحد بده رخصة منا بدك تكتب، أنو بضل وقتها مش أمي؟ هي بظل في أمية في البلد لما تصير تشترط عليه أي واحد بده في قضية مش مقبول إلا يكتبه، ما بصير الاختيار تعالي يا بني تعالي يا حفيد يا جيراننا علموني بدي أخذ رخصة بدي. بظل في أمية في البلد بس هاي لحالة قرار، بس حتى تعرفوا هذولا اللي الله سبحانه وتعالى ابتلانا فيهم ولحكمة، يبدو لحكمة برضو، لأنه مشان برضو نتخرج مظبوط مش دلع المسألة. طيب المهم، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. طيب إيش الفتح؟ إيش الفتح؟ الفتح ما هو برضو برضو الآن لاحظ فعلا هو لما تكلم عن اليهود والنصارى ما تكلمش عن البوذيين الآن ولا الهندوس ولا كذا، وإن كان بإمكانك تقيس، بس هذا في صراع الأمة من وقت اليرموك لليوم ولبكرة معروف، فهذا برضو بدلك هذا من دلائل النبوة هالكلام، من دلائل النبوة هالكلام، ما تكلمش عن الفرس تمام ولا تكلم عن البوذيين ولا عن لا، فهم بسارعوا الناس في مين؟ بسارعوا الناس في مين؟ فعسى الله أن يأتي بالفتح. طب شوف الفتح، إيش الفتح بشكل عام؟ هو في عندك ضد الإغلاق، مثلا في إغلاق وفي فتح، في فتح وفي إغلاق، مش هيك؟ ضد أو نقيض إذا بدنا نكون أدق، كمان نقيض
الإغلاق، إذا ما كانش مغلق فمفتوح، مش مفتوح مغلق، تمام؟ طيب لاحظوا، فالفتح بشكل عام لاحظوا فيه إزالة حواجز. لما تزيل حواجز من أمامك معناته انفتحت الطريق، رفع حواجز، إزالة سدود، إزالة سدود، إزالة عوائق، إزالة الصعوبات من الطريق، كل هذا شو اسمه؟ فتح. ولذلك الناس ليش بيسموا النصر فتح؟ ليش بيسموا النصر فتح؟ لأنه النصر غالبا يزيل عائق من العوائق من أمامك. دققوا معي، النصر يزيل عائق من العوائق أمامك. أنت كمسلم يعني صاحب دعوة حق، صاحب دعوة حق. ليش المسلمين إذا بتلاحظوا كانوا يسموا فتوح البلدان فتح، سموها، ما كانوش يسموها نصر. النصر مقدمة على فكرة، النصر مقدمة، النصر هو نوع من الفتح أحيانا، بنتصر. إذا انتصرت الفكرة على فكرة فتح أمامها الأبواب، انتصار الجيوش أحيانا يفتح أمامها أبواب، شك؟ إذا النصر هو بيفتح، بس هو الغرض الفتح. إيش الفتح؟ لاحظوا، حتى الإمام لما بيكون عم بيصلي وبتلاقيه مش قادر يستمر في القراءة لأنه نسي، إحنا شو بنعمل؟ نفتح عليه. شو يعني بنفتح؟ بنزيل الإشكال، لأنه من ضمن معاني الفتح إزالة الإشكالات. إذن من ضمن معاني الفتح إزالة الإشكال، من ضمن معاني الفتح إزالة الحواجز، إزالة السدود، إزالة العوائق. بصير أمامك الأمور إيش؟ زي ما مفتوحة. والفكرة الإسلامية كفكرة مرات تستخدم الجيوش كانت لإيش؟ لإسقاط الطغاة من أجل أن يكون فاتح. كيف يعني؟ إحنا بنسقط الطغاة، الشعوب بتصير حرة تختار، وفعلا اختارت الشعوب بعد ما زال الطغاة، اختارت الشعوب. ولم يثبت أنه حادثة واحدة أنه يجبر إنسان على تغيير دينه. المسلمين بيقبلوش هالكلام، نجبره على تغيير دينه ما بيقبلوش. كل الناس مارست الإجبار لتغيير الدين في الماضي، ها، وإلا المسلمين ما بيقبلوهاش أصلا. أنه شخص يمارس عليه أنه يغير دينه، غير دينه ما. لكن الطغاة هذول اللي كانوا متحكمين في الشعوب والحواجز، واللي هم حواجز حقيقية، كانوا المسلمين يزيلوها. او تفضلوا، ظلك مسيحي، ظلك يهودي، ظلك بوذي، مش علاقة، زي ما بدك. لكن هو ليش؟ لانهم فاهمين هم زالت العوائق، والاسلام دين حق، دين حق بيقتحم. ولذلك النصر في المعارك كان يؤدي الى فتح. فتح ايش؟ فتح قلوب وعقول الناس. لكن الاستعمار لما بنتصر في معارك عسكريه يغلق عقول وقلوب الناس اتجاهه. لحد اليوم احنا الحواجز بيننا وبين الغرب من جرائمهم وممارساتهم في قوتهم العسكريه وطغيانهم، هذا بيؤدي الى اغلاق بالنسبه لافكارهم وقيمهم ومبادئهم. ليش الاسلام كان يفتح؟ هم على فكره بينتصروا في معارك يغلق امامهم القلوب والعقول الى اخره، تمام؟ الآن إذا لاحظوا، إذا جاء نصر الله والفتح، هذول قضيتين، إذا جاء نصر الله والفتح، نصر من الله وفتح قريب. لأنه النصر على فكرة سواء كان نصر عسكري أو نصر حتى في الفكرة بيفتح، يعني بيزيل. مش قلنا هو ضد الإغلاق، إزالة حواجز، إزالة عوائق. إذن إيش يعني إنا فتحنا لك فتحا مبينا؟ هذا اللي حصل في صلح الحديبية، صلح يبدو للناس، دققوا معي، صلح يبدو للناس وبدأ للصحابة بهذا الشكل. لا، ولكن هذا الوحي، هذا الوحي، أنا رسول الله، يا ابن الخطاب إني رسول الله، ولن يضيعني الله أبد. لحظة، وإذا به نصر. ايش نصر؟ هذا الصلح اللي بيكتب، ما هو مش معركة عسكرية، هذا صلح.
هذا اللي فتح امام الاسلام كثير من الحواجز والعوائق. والناس اللي اسلمت على فكرة في الجزيرة العربية من وقت توقيع الصلح في 6 هجري ل8 الفتح في مكة، اللي بينهن كثير من العرب اسلمت في فترة ايش؟ الصلح. وبعد فتح مكة كمان اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، تزول العوائق والحجاج وبنفتح الفكرة الإسلامية وبنفتح الناس عليها. وهذا الفتح، هذا هو الفتح. والنصر إذن نصر مقدمة من مقدمات الفتح، النصر مقدم من مقدم. إذا كان نصر بحق، إذا نصر بحق فهو مقدمة من مقدمات الفتح. هون جيد ألفت الانتباه لمسألة، إذن الفتح فيه إزالة لعوائق وحواجز وسدود، تمام؟ طب والفاتحة اللي بتفتح فيها الكتاب، عارفين شو يعني؟ معناته الفاتحة هي مفتاح. الفاتحة اللي الناس ممكن يستصغروا 7 آيات يعني، مفتاح الكتاب كله، هي المفتاح. بمعنى انه اذا فهمت هذه الفاتحة بالشكل الصحيح، ولذلك لم يستفيد العلماء في تفسير آيات كما استفادوا في تفسير الفاتحة. لما تقعد 7 آيات وتشوف تفسيرها عند العلماء، لأنه يبدو بتعطيك المفاتيح للقرآن كله، مفاتيح القرآن، ماشي؟ هي الفاتحة اللي بتزيل لك عوائق وحواجز وبتفتح لك المجال لفهم هذه ايش. إذن فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، خلينا نقول عسى الله أن يأتي بالفتح بعدين نشوف أمر من عنده، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذول أهل النفاق والذين في قلوبهم مرض، احنا قلنا درجات حتى يوصل المرض يستفحل، شو بصير؟ نفاق، نفاق العقائدي. ما في نفاق أقل من عقائدي، نفاق اللي يعني كفر حقيقي، ما هو هذا بتدرج فيه، تمام؟ هذول الناس على فكرة بتيجي مرحلة لما الله سبحانه وتعالى بيفتح. ايش يعني بيفتح؟ يعني معناته من كله تزال عوائق. ما انت بتشايف الان عوائق موجودة في كل مكان اليوم، الايام هاي حرب عالمية، عوائق وسدود وتفاصيل رحنا فيها. هذول ما فيش في قلوبهم ايش؟ ايمان بخالق هو متصرف، هو المتصرف. قل اللهم مالك الملك، هو اللي مالك، ها؟ وهي الفكرة الإسلامية بتقتحم، مستحيل تتراجع، هذا مش وقت تراجعها، هذا مش وقت تراجعها، هذا الآن بداية الأوج، بدها تبدأ في اتجاه أوجها. لذلك شايفين المشاكل كثيرة، أنتم بدهم الناس يقين الآن. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا يوقنون في الشقين. فبالتالي لاحظوا الآن فعصى الله. إذن هذول الناس اللي انتم شايفينهم الآن يسارعون فيهم، في مين بيسارعوا؟ في يسارعون في روسيا، يسارعون في أمريكا، يسارعون في الغرب كله، يسارعون في مبادئ الباطل، وبحاول يقول لك حتى احنا مش مسلمين، وهيو شو بدكم كمان، وبدكم نغير مناهج كمان، وبدكم من وبدكم من قتل كمان أهل الحق، وبدكم من نكتم كلمة الحق، وبدكم كمان المساجد شو بنعمل لكم إذا بدكم، وكمان معابدكم بنفتحها، ولا تفاصيل طويلة، نخشى أن تصيبنا دائرة. شوف يعني بدهم يلعبوا قال سياسة، تمام؟ فعسى الله. وكل هذا بالنسبة لله إيش؟ وراح تشوف إنه هذا الكلام وعد. فعسى الله أن يأتي بالفتح، مش بالنصر، مش بالنصر، كل الحواجز تزول. هو أول فتح الآن، أول فتح لكم الآن، بتصير الأمور واضحة، هي جماعات، زعماء، أشخاص، أحزاب، مبادئ، أفكار، فلسفات، كلها صارت الآن إيش؟ هذا فتح، هذا أول الفتح. المهم أعرف أنا، المهم أعرف أنا أكون واضح. ولاحظوا الآن ثم يتضح أنه الإسلام
بس. وهذه الامور تتبلور بهذا الشكل. حتى الامم الكافرة على فكرة اللي بيحصل الان كثير بتتفتح اعين بشر مش مؤمنين على الاسلام من في الوقت اللي بخوضوا حرب عالمية بقصد انهم يجعلوا الاسلام متراجع. مشكلتهم انه بالعكس تصرفاتهم هاي تنشر. اول نشر تفتح عيون المسلمين اللي كانوا مخدوعين وتكشف المنافقين، والنواطير برضو بصيروا على عروشهم عراة نواطير، واللي كانوا باسم المبادئ ولا ودائما لحظة كل هذا لاحظوا. طب نشوف الآية اللي بعدها، لاحظوا دققوا معاي. بعدين نيجي أمر من عنده، فعسى الله أن يأتي بالفتح، فتح تزول العوائق هاي كلها والسدود على فكرة، وبتنفتح قلوب وعقول الناس، تنفتح قلوب وعقول الناس. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. بندموا، راح يندموا. طب ما هم أسروا في أنفسهم ندموا على إيش؟ انتبهوا. طب ما هم أسروا في أنفسهم ندموا على إيش؟ إذا ندموا ندم الراجع والتائب كان ما قال فأصبحوا خاسرين. لو ندم التائب ما أصبحوا خاسرين. لأنه هم انفضحوا بأساليب كثيرة، لأنه لما انفتحت الأعين وكشفت الأحزاب وتبينت المسائل وويكيليكس مش يصدقوا دائما ويكيليكس، هذا مرات ممكن يستخدم برضو ووقعت يدين على أسرار واعترفوا جواسيس والفتح هذا بصير، وناس ما كانوش مؤمنين آمنوا وكشفوا لك الأسرار ما هو سلوكهم الخارجي كان الداعي إله. دير بالكم، من أسر سريرة أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانهم، لسانه ببين يعني. فهم أعمالهم واللي كانوا يتذرعوا ويعطوا فيها تسويل وتبرير دافعها كان إيش؟ من داخلهم مش مؤمنين، من داخلهم مش واثقين أصلا الإسلام بينتصر ولا مؤمنين محمد رسول، وكثير منهم اللي بتشوفوهم كأنهم مسلمين وبكل لك احنا مسلمين، هم لا مؤمنين لا محمد رسول ولا غيره. ولذلك انتوا صرتوا تشوفوا الان في الاعلام، في الاعلام كيف صاروا مفضوحين وكفار الى درجة بعيدة. طب هذول زمان كانوا يتزيوا ويقولوا لك احنا اهل الوطن واحنا اهل الدين واحنا اهل ايه، واذا بهم كمان هم اعداء الله. الاشي اللي اسروا في داخلهم من الكفر والرغبة في موالاة الكفار ومحبة الكفار وكره الأهل الإسلام دفعهم في سلوكيات، هذه السلوكيات كشفت اللي كانوا مسرينه، فبالتالي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقولوا، انتبهوا الآن بإمكانكم تقرأوها ثلاث قراءات، ويقول الذين آمنوا، ويقول الذين آمنوا، يقول الذين آمنوا دون واو، هذه كلها قراءات متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدون واو، يقول الذين آمنوا بواو، ويقول الذين آمنوا وبواو، ويقول الذين آمنوا. لا بديش أدخل في موضوع النحو، المهم أرجع، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا. شوف هم ندموا، والمؤمنين ايش الان؟ بدنا نشوف موقف المؤمنين، لانه هذا معناته هذه فعسى عم تتكلم عن ايش؟ ايش بده يحصل. ايوه، ويقول الذين آمنوا بعد ما تنكشف لهم الصورة، أهؤلاء، انتبهوا، أهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم ايش؟ ايش؟ انهم لمعكم. هذول المؤمنين بصيروا هيك مستغربين، هذول هم اللي كانوا دائما مش قلنا بيقسموا هم؟ طب هم بيقسموا ليش؟ ما دام هم منا ما احنا بنقسمش.
نحن بنقسمش احنا ان مسلمين، واحنا بنقسمش ان من الشعب، ولا بنقسم ان بنحب الوطن، ولا بنقسم انه ان عباد الله، بنقسمش احنا. تمام. اهؤلاء، شوف الاستغراب، لما بنكشفوا هيك، هذا من ضمن الفاتح، هذا من ضمن الفاتح، اهؤلاء الذين اقسموا، بتشوفهم فلان 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 الاعلامي، فلان رئيس الحزب، فلان الكذا فلان الكذا، فلان الشيخ الدجداشي، ابو الدجداشي، ابو الدجداشي بيكون جاسوس. اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم، شو يعني؟ يعني اعظم، كانوا يقسموا اعظم القسم واغلظوا. شو يعني جهد ايمان؟ تصور، ما هو الجهد، لما الجهد يعني طاقة، يعني بذلوا كل طاقتهم في اقناعك انهم منك، بيبذلوا الطاقة. ليش طيب هم؟ لانه في طاقة سلبية بدهم مقابلها. ها؟ ما هم بيشعوا سلبيات، بيشعوا سلبيات هم، فبدهم فالمؤمنين بيستغربوا هؤلاء، شيء عجيب. قداش في منهم على فكرة الان، انت بقيت مثلا بعض الشخصيات تجده مثلا مبين وطني ويتكلموا اشي وكنت انت معجب فيه بوطنيته وصدقه، واذا به من اسفل خلق الله. الله اكبر. اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم لمعكم. لحظة، حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين. او شن كشفوا؟ كل اعمالهم على فكرة حبطت عند البشر، اعمال القديمة. طب شو هو الاعمال القديمة؟ بجوز اعمال القديمة انه هو يعني مجاهد، مضحي من اجل الوطن، هو ايش؟ لا، هم على ما اسروا، لانه سبب كل هالعمل اللي عملوه وانكشف كانت الداخل، لانه دائما اي سلوك هو غالبا الشيء اللي انت مضمره. بندموا على انهم، لحظة، بندموا على انهم كانوا يؤمنون بالعدو ويتحالفون معه وحابينه وحابين حضارته وكرهنين الاسلام وكرهنين المسلمين، ويروا انه المصلحة والغنى والتفاصيل كله هناك والسيادة والرئاسة وكله، واذا بهذا كله غير هيك. كل نوايانا هاي اللي كانت عندنا، ولا هو كل التصرفات مبنية على النوايا، النوايا اللي فيها. طب بيصير نادم ليش؟ لانه اللي خرب بيتك، اذا بدك الزعامة، ما هي كنت بطلت، بقيت رئيس حزب وبقيت انكشفت، ومش راح يكون لك في الزعامة عندنا، ومش راح يكون بدك الاحترام، مش راح يكون لك الاحترام عندنا، بدك الصيت، مش راح يكون الصيت عندنا، بدك التاريخ، راح يذكرك التاريخ في المزابل، بدك يا ما في منهم كانوا على فكرة حتى وهم ميتين التاريخ يذكرهم الان، كان يذكرهم لحد الان. تمام، هلقيت التاريخ بنقلب عليهم، بدأ ينكشف عوراتهم حتى الميتين. كيف يا اخوي لما يكون حي؟ وكن قال لك يا بي ولادتي واحفادتي ينخزيوا، يقول لهم سيدكم فلان، سيدكم فلان. اذا هم كاين حساباتهم ونواياهم طلعت كله بالاتجاه، ما كانوش يتوقعوا هالكلام. القوة هناك، الحضارة هناك، الفعالية هناك، المال هناك، الاقتصاد هناك، الجيوش هناك، الكذا هناك، لكن هو ما بفهمش. ما الاتحاد السوفيتي انهار، الاتحاد السوفيتي انهار، ايش قالوا الشيوعيين؟ ايش قالوا الشيوعيين بعد ما انهار؟ بطلوا. اول شيء عندنا اجوا قالوا احنا حزب شعب مش شيوعيين، هاي اول شيء. وفي طبعا الناس كنهم كانوا صادقين ورجعوا الى قواعدهم سالمين اللي هو الاسلام. تمام، في لانهم من نفسيتهم صح، نفسيتهم صح. طيب، كانوا مخدوعين، كانوا كذا، في ما احنا قلنا لكم مسائل ممكن اشكال والوان. اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمان انهم لمعكم حبطت اعمالهم. ايش الحبط؟ احنا على فكرة بنستخدمها، بس كيف بنستخدمها؟ بنقول احبط الجيش مثلا خطة العدو، نستخدمها، بس حبطت كفعل نادر ما تستخدموها.
او بتقولوا فلان محبط، مش هيك؟ هو الحبط بقولوا في الاصل، في الاصل انه الدابة وهي ترعى في المرعى الاخضر وتأكل 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 الى درجة انه في النهاية بتنفق، شو يعني بتموت من كثر ايش؟ من كثر اكلها، من كثر اكلها بتموت. شوف الاكل كان يفترض الاكل شو يعمل؟ يعطي الصحة والقوة وكذا، واذا به بيعطي الموت. وهون اعمالهم شو ما نطحب تطهير فيها امرين، بطلت وانمحت، بطلت وزالت. ليش؟ لانه اي عمل صالح له ثواب، هذا الثواب ما هو العمل حصل، دققوا معي، العمل حصل، اي عمل إله ثواب واثر، إله ثواب واثر، تمام؟ طيب اي عمل إله ثواب واثر، ما هو العمل راح، عمله وراح، اذا شو اللي بقي من العمل؟ اثره وثوابه. الثواب بطل وزال، كأنه فيش فلاش، تمام؟ كيف الفلاش؟ بضوي خلاص، بعد هيك ظلام. اثنين، الآثار حتى في المجتمع وكذا، كل الادعاءات والتفاصيل حتى عند البشر، حتى عند البشر الأعمال اللي كانت كبيرة صارت شو هذا؟ بصير عند الناس ما فيش قيمة، عند الناس ما لهمش قيمة بصيروا. إذن بس هذا القول هو قول الله سبحانه وتعالى في الأرجح، مش قول المؤمنين. المؤمنين بيقولوا هيك، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، كل طاقتهم كانوا لتأكيد المسألة، كل طاقتهم بذلوها، أيمانهم إنهم لمعكم. الله سبحانه وتعالى هذا التفات الآن، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. المهم الآن جيد، بس على وجه السرعة لاحظوا الآية اللي بعدها إيش؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، وتقرأ أيضا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، قراءتين، من يرتد منكم عن دينه، شو بين في المجتمع المؤمن خير أمة أخرجت للناس، في ناس راح يرتدوا. حصل ولا ما حصلش بعد ما موت الرسول؟ حصلت ردة ولا ما حصلش؟ حصلت ولا ما حصلتش؟ حصلت، متوقع في أي. لذلك طب شو جاب العلاقة الردة؟ لأنه الكلام عن الموالاة والكلام عن الذين يسارعون فيهم، في علاقة قوية بين ارتداد عن الدين وهذا الكلام، في علاقة قوية. ولا جاش الآيات ورا بعضها، لا تتخذوا فترى الذين في قلوبهم مرض ويقول يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. دققوا بدي بس أركز على هاي، ثقوا تماما مهما يرتد بهر الله رح يعوض بأفضل. احنا مش زي اللي كانوا يجمعوا طوابع زمان يعني بيكثر منها، او بعض الاحزاب التالفة كأنها بدها تجمع انصار، عندنا في الدين ولا اي شيء. الاصل الدين هو يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. لذلك شوفوا في وعد من الله قاطع، كل ما وجد مرتدين كل ما اوجد الله قوم احسن منهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. شوف من يرتد فسوف يأتي بقوم، كمان مرة، من يرتد فسوف يأتي بقوم، مرتد مقابل قوم، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، ما لهم القوم، يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله. انتبهتوا شو فضله؟ عطاء العظيم هذا، أي مرتد عنا بيجي بداله قوم، وهذا هو اللي مغلبهم الآن. كل ما قاوموا الإسلام وكل ما افترسوا منا ناس منافقين وكل ما استجلبوا منحرفين بطلع لهم اشي جديد كبير منين قطبوها مش عارفين. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. طب الواحد بذل ليه مش بذل على، دققوا معاي،
الواحد بذل له ذل لفلان هون أذلة على المؤمنين. إذا هذا الذل ذل إيش؟ ذل الرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ضد هذا ذل المحبة، ظل التقرب اللي بيحبك هذا على، يعني مش من تحت ذله، ذله مش من عدنا، ذله ذل مين؟ كيف لما سلطان يذل للشعب بذل من فوق، بذل من فوق. فلحظة أذلة مش لي، أذلة على المؤمنين. شوفوا الذل ما أجمله، مش ذل الذليل، هذا هذا ذل العزيز، ذل المتفوق، ظل الرحيم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. شوف العزة وين. ولذلك إذا بدك تميز اليوم هدول الناس، شوف هذه الصفة بالذات شوفوها، لأنه ممكن محبة الله تدعى، ممكن محبة الله تدعى ادعاء تدعى، لكن هاي أذلة على المؤمنين. شوفوا مين هم هدول اللي في مواجهة المؤمنين، شو بكونوا؟ رحماء، محبين. اليوم بدك تعرفهم هذول المتنكرين، بيكونوا على المؤمنين شديدين، مع الكفار لينين مكشوفين. لو طالت اللحى وكسرت الدشاديش بغنيش، بدي اشوفه انا في سلوكه. أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله. والجهاد قلنا اوسع من مفهوم القتال، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فخايفين من ايش الناس؟ خايفين من ايش الناس؟ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.